السلام عليكم ومعكم سي او سيراي، ولازم اغير المقدمه لاني مليت منها صراحه. مقطع جديد كان مفروض انزل لكم من بدايه السيزون، المهم جتني كثير طلبات فقلت ليش لا بسوي حلقه عن الموضوع. مقطع اليوم بنشوف فيه السكنات الثلاثه اللي في الباتل باس واللي فيها تطويرات وكيف نطور السكنات هذه، وبعدها بقول لكم افضل طريقه ممكن تسووها عشان نزيد ليفلكم بسرعه عشان طبعا نطور السكنات او توصل ليفل 100. لا تنسوا اللايك على المقطع، وقدامكم كود المتجر اللي كثير سحبوا عليه صراحه استاهل لاني ما نزل كل يوم، بس اتذكر انه مو بكافي جهازي منتهي. بدون ما اطول اخليكم مع المقطع. نبدا بالسكن الاول في الباتل باس، سكن بلاك هارت او القرصان. السكن هذا فيه 11 تطوير، يعني 11 شكل، وكذا يعتبر السكن صاحب التطويرات الاكثر في فورتنايت. والحلو هنا انه عشان تفتح السكن هذا او كل التطويرات بتحتاج شيء بسيط بس يحتاج تعب، وهو انك تجمع اكس بي او نقاط الخبره. الاكس بي هي نقاط تجمعها او تاخذها بعد ما تلعب اي جيم في فورتنايت. لو لعبت اي جيم انت راح تاخذ كميه من الاكس بي على حسب اللي انت سويته في الجيم، عدد القتلات، عدد الموارد اللي جمعتها، ضربات الهيد اللي جبتها، والموارد اللي بنيت فيها، واهم شيء المركز اللي جبته في الجيم. كل هالاشياء واكثر تاثر على كميه الاكس بي اللي تجمعها، بس ولا شيء يجي قدام المركز اللي تجيبه. اهم شيء هو مركزك، يعني العاشر او الخامس او الاول لو فزت. لو انك دخلت للسولو او الدو او السكواد ووصلت للتوب 10 فراح تاخذ كميه اكس بي مو طبيعيه، ولو وصلت للتوب 5 راح تاخذ اكثر واكثر، وكل ما جبت مركز افضل هالشيء بيعطيك اكس بي اكثر. ولو جبت المركز الاول فانت كذا بتاخذ كميه ممكن توصل ل 2000 اكس بي في جيم واحد. انا اكلمك عن السولو والدو والسكواد. يعني باختصار المركز اللي جبته في الجيم هو اكثر شيء اثر على الاكس بي، وبعدها تجي القتلات وباقي الاشياء اللي كمان لها تاثير قوي. وكذا نكون عرفنا شو هو اكثر شيء يزيد ليفلك او يعطيك اكس بي. بس كمان في شيء مهم كثير لو قدرت تضبطه فراح تاخذ اكس بي اكثر واكثر، وهو طول السكواد. لو انك ضايف لاعبين عندهم الباتل باس ولعبتوا مع بعض فكذا كل واحد في السكواد راح يعطيك كميه من الاكس بي، وهالشيء اسمه البوست. يعني يعطوك اكس بي وتعطيهم اكس بي من دون ما ينقص منكم اي شيء. فتخيل لو انك دخلت مع سكواد كامل وصرتوا اربعه وكلكم معكم الباتل باس وكلكم بديتوا تلعبوا سيف، يعني تنزلوا مكان بعيد وتحاولوا توصل للتوب 5 او تفوزوا باختصار، كذا تقريبا كل جيم تلعبوا بتاخذوا منه 1000 اكس بي او اكثر للواحد. طبعا الرقم متغير مع تغير الاشياء اللي تسويها في الجيم. وكذا اكون اخيرا شرحت لكم الاكس بي او نقاط الخبره وكيف تجمعوها وشو هي افضل الطرق. نرجع لموضوعنا سكن بلاك هارت او القرصان، وعشان تطول السكن هذا وتفتح كل المراحل وكل الاشكال حصرا فلازم تجمع 280 الف اكس بي، يعني توصل ليفل 63 في فورتنايت. وكمان في شيء اضافي هو الدرع والشنطه الخاصه بالسكن واللي بتاخذها في ليفل 67. يعني باختصار ليفل 67 بيفتح لك كل شيء بالنسبه للسكن. وكمان في ثلاث الوان خاصه بالسكن واللي بتفتحهم بكل سهوله عن طريق انك تخلص التحديات الاسبوعيه، وهي التحديات اللي اشرحها لكم كل اسبوع، تنزل كل يوم خميس 7 تحديات بالضبط. المهم لو خلصت 45 تحدي اسبوعي فراح تفتح الالوان الثلاث الخاصه بسكن بلاك هارت وتكون ختمت السكن بشكل كامل. نروح للسكن الثاني، سكن هايبريد ولا شيء كذا، كوبي بيست بس الارقام شوي تختلف. عشان تفتح كل اشكال السكن فلازم توصل لليفل 64، يعني تجمع 300000 اكس بي، يعني ليفل واحد زياده بس. وفي رقصه خاصه بالسكن واللي تقدر تفتحها كمان لما توصل لليفل 62. ونفس الشيء هنا ثلاث الوان زياده للسكن واللي تفتحهم عن طريق التحديات الاسبوعيه، بس هنا بتحتاج 60 تحدي اسبوعي عشان تفتح كل الالوان، يعني لازم تخلص تقريبا 9 اسابيع من التحديات. ولا تخافوا لانكم تقدروا تخلصوا تطويرات كل السكنات في السيزون التاسع وبدون اي مشاكل. باقي سكن واحد بس وهو السكن الاخير، سكن لكس، واللي يجيك بثلاث تطويرات وكلهم عباره عن الوان، وهنا شيء مختلف ما له علاقه بالاكس بي. وعشان تفتح تطويرات سكن لكس لازم تلعب اقيام كثير وتظل عايش. مكتوب عند التطوير الاول اوت لايف 1000 اوبوننت، يعني لازم تدخل للجيم عادي وكل ما واحد يموت في الجيم فراح تنحسب لك نقطه حتى لو مو انت اللي قتلته. المهم انك دخلت للجيم وفي واحد مات، انتحر ولا حد قتله ولا شيء كذا، فلما يموت هالشخص في الجيم اللي انت فيه وانت عايش فانت كذا تاخذ نقطه. ولما يموت 1000 واحد في الاجيام اللي انت تلعبها بالمجموع فكذا تكون فتحت التطوير الاول الخاص بسكن لكس. يعني كله يعتمد على كميه الاجيام اللي انت تلعبها والناس اللي يموتوا في هالاجيام وانت عايش. طبعا مو متاكد لو انهم يحسبوا لك الناس اللي يموتوا في طور تيم رامبل والاطوار الجانبيه، بس باختصار هذا اللي لازم تسويه، تدخل اجيام الناس يموتوا وانت عايش وتجمع نقاط وتفتح تطويرات السكن. التطوير الاول لازم يموت 1000 لاعب في اجيامك، التطوير الثاني لازم يموت 7500 لاعب، وتطوير الثالث والاخير لازم يموت 25000 لاعب في اجيامك وانت عايش. يعني بتحتاج تلعب بشكل مو طبيعي، ونفس ما قلت لكم تقدروا تكملوا تطويرات في السيزونات الجايه.
وهذا مقطع اليوم، ان شاء الله ما اكون طولت او ثقلت عليكم، حاولت اشرح باختصار وبشكل واضح. لا تنسوا لايك على المقطع والاشتراك لو ما شاركتوا، ولو حابين تدعمونا تقدروا تحطوا كود المتجر سيو عندكم في المتجر. اشوفكم المقاطع الجايه ومع السلامه.